الرئيس السيسي يبدأ زيارة ليريفان، هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا. خلال لقائه نظيره الأزهري في العاصمة باكو، الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة مواجهة الإرهاب. مدبولي يعلن انتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ والعودة لمستويات ما قبل الأزمة. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. إلى المحطة 3 من جولة آسيا الوسطى، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأرمينية يوريفان، زيارة هي الأولى من نوعها للرئيس المصري، تدشن محطة جديدة من العلاقات بين البلدين وتعزز سياسة مصر الخارجية المنفتحة على مختلف دول العالم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأرمينية، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن هذه الزيارة الثنائية هي الأولى من نوعها للرئيس المصري منذ استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي. وخلال لقاء خاص مع موفد التلفزيون المصري علاء رشوان، أكدت سفيرة مصر لدى أرمينيا سرينات جميل أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا ودلالتها السياسية لتنمية العلاقات بين الدولتين في المجالات كافة. كما أشارت إلى أن الزيارة ستفتح الباب أمام تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. العلاقات الاقتصادية علاقات هامة، فهناك عدد 105,000 سائح زاروا شرم الشيخ والغردقة العام الماضي من السائحين الأرمن، وكان تيسير الخطوط المباشرة ما بين العاصمة يرفان وما بين الغردقة أو شرم الشيخ له طبعا أثر كبير في تدفق السائحين الذين يستمتعوا بالضيافة المصرية ويستمتعوا بجمال الشواطئ المصرية. فطبعا الجانب الأرميني أيضا اتخذ خطوات هامة لتسهيل الحصول على التأشيرة من أرمينيا عن طريق التأشيرة الإلكترونية، بحيث أيضا يتدفق السائحين المصريين إلى أرمينيا للتعرف على جمال هذه البلد. من جانبه أكد سفير أرمينيا لدى القاهرة أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري، وصف السفير الأرميني لدى القاهرة زيارة الرئيس السيسي إلى يريفان بالتاريخية، مشيرا إلى أنها تعطي دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين. طبعا الزيارة مهمة جدا بشكل عام إلى المنطقة ولأرمينيا. ممكن أنا أوصف الزيارة كزيارة تاريخية، لأنه تعطي الدفعة قوية سوف تعطي الدفعة قوية لعلاقاتنا الثنائية في المستقبل، ويؤشر على مستوى علاقاتنا اللي موجودة حاليا بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا. تشهد العلاقات المصرية الأرمينية ازدهارا كبيرا من خلال زيارات متبادلة بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين. وعلى الصعيد السياسي، تتوافق القاهرة ويريفان في مواقفهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بالتوازي مع تواجد جالية أرمينية كبيرة في مصر.
العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر وأرمينيا شهدت ازدهاراً كبيراً خلال السنوات الماضية، ولعل أهم ما يميز تلك العلاقات هو الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث، والذي يؤدي دوراً مهماً جداً في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين. فأرمينيا تشعر بالامتنان لما يقدمه الصندوق من مساعدات، سواء في شكل دورات تدريبية في مختلف المجالات أو في شكل مساعدات مالية وفنية. الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين عززت من هذه العلاقات، وفي كل المناسبات التي تجمع قادة الدولتين أو مسؤولين كبار منهما يتم التأكيد على عمق العلاقات وأهمية تعزيزها، وأيضا تبرز قضايا المنطقة والقضايا الإقليمية المشتركة على طاولة المباحثات المصرية الأرمينية على الدوام. الجانبان المصري والأرميني دائما ما يبديان توافقهما إزاء معظم القضايا، مع التأكيد على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة، تلك التدخلات التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنافعها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب. العلاقات السياسية بين القاهرة ويرفان تتسم بخصوصية تاريخية وعلاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيما في ظل الجالية الأرمينية الكبيرة الموجودة في القاهرة، وأيضا في ظل حرص القيادة السياسية على دعم التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. أهلا بكم مجددا، نستكمل مع حضراتكم نشرة الثالثة. تتمتع مصر وأرمينيا بإمكانات كبيرة وأفاق رحبة للتعاون الاقتصادي بينهما، وفي ظل هذه الإمكانات تسعى مصر لأن تكون أرمينيا بوابة هامة لمنتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، بينما تمثل مصر بوابة حيوية لدخول الشركات الأرمينية إلى أسواق القارة الإفريقية. العلاقات المصرية الأرمينية متطورة ومتطلعة للآفاق الرحبة، خاصة وأن البعد الاقتصادي أصبح يلعب دورا مهما في المصالح المشتركة بين البلدين. مصر وأرمينيا لديهما الكثير من الإمكانات في كافة المجالات الاستثمارية، مما يتيح فرصا كبرى للتعاون والتكامل فيما بينهما لزيادة حجم التجارة بين البلدين الذي بلغ نحو 200 مليون دولار في يناير من عام 2019. العديد من المميزات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر قادرة لأن تكون بوابة للشراكة الأرمينية لأفريقيا والدول العربية، بينما يمكن أن تكون أرمينيا مدخلاً مهماً للمنتجات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي. ومع تولي أرمينيا رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي في يناير من عام 2019، وبفضل العلاقات بين يريفان والقاهرة، عملت أرمينيا على بذل كل الجهود للإعداد وتنفيذ الاتفاق على التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومصر، مما يسهم في تعزيز حجم التجارة بين الجانبين. ومن هذا المنطلق تزداد الاستثمارات والشركات الأرمينية في مصر التي يبلغ عددها 23 شركة أرمينية، في حين أن هناك 11 شركة مصرية تستثمر في أرمينيا. الاقتصاد يمثل قاطرة تقود التعاون بين مصر وأرمينيا، خاصة وأن القاهرة ترحب بالمستثمرين الأرمن في مصر وتتبع سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار، وتقوم بجهود من أجل توفير مناخ جاذب له، كما تضع أيضا في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال. القيادة السياسية بين البلدين تشجع على تنمية وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية بين القيادة السياسية في الدولتين تشجع على تنمية وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية بين أرمينيا ومصر التي تعتبر أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، مما يقارب السياسات الخارجية للدولتين. أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، أتساءل عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا، أهمية هذه الزيارة خاصة أنها الأولى من نوعها للرئيس المصري منذ استقلال أرمينيا، وتعد النقطة الثالثة في جولة الرئيس الآسيوية. بالتأكيد طبعا، يعني أرمينيا وأذربيجان، هو يعني برضو أول رئيس مصري يزور أذربيجان رئيس عبد الفتاح السيسي، وأرمينيا نفس الشيء. والعلاقة طبعا إن أرمينيا ومصر والأرمن في مصر لهم وجود كبير، والعلاقة
الشراكات الاقتصادية والتجارية مستمرة، في تفاصيل كثيرة يمكن النظر إليها في هذه الجولة الحقيقة من الهند إلى أذربيجان إلى أرمينيا في ظل تحولات موجودة في العالم. أعتقد أنه مصر بتبني سياستها الخارجية على شراكة وتعاون وتوسيع أفق التعاون الاقتصادي وتسويق الاستثمارات في مصر، ومصر لديها تجربة ناشئة قوية في بنية أساسية في مناطق صناعية في منطقة قناة السويس في صناعات مختلفة، وأذربيجان أو أرمينيا وقبلها الهند، هناك دائما تعاون، يمكن أن يكون تعاون في الزراعة، تعاون في التبادل التجاري، تعاون في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، تعاون حتى في التكنولوجيا وفي تبادل الخبرات المختلفة. فكل هذه الأمور أعتقد مفيدة جدا. في شركات كثيرة من أرمينيا تعمل في مصر في استثمارات وتبادل تجاري في الزراعة في اللحوم في المنتجات الزراعية، كل دي أمور أعتقد بتمثل نقطة مهمة، خاصة أن احنا في هذا الوقت في ظل أزمة عالمية في ظل انشغالات الدول الكبرى ووجود استقطابات، مصر دائما بتسعى لإقامة علاقات متوازنة وقادرة على بناء يعني مصالح مشتركة لكل الأطراف، وفي نفس الوقت هناك تجربة مصرية لافتة تجذب استثمارات أو تجذب أطراف مختلفة في تسهيلات للاستثمار في مصر في تعاون مختلف في اللي حصل في أذربيجان مباحثات الرئيس، أعتقد نفس الشيء يتكرر في أرمينيا وقبلها الهند في جولة مهمة، ويعني أعتقد عوائدها ستكون جيدة جدا. نعم، انفتاح مصر الدائم في سياستها الخارجية على مختلف الدول، وهذه المرة الاتجاه لناحية آسيا الوسطى، أهمية ذلك أيضا ودلالاته سياسيا وليس اقتصاديا فقط كما تحدثت أستاذ أكرم. يعني بالتأكيد زي ما احنا أشرنا في تحولات كبيرة في العالم، في استقطاب وحرب باردة وساخنة تدور من روسيا وأوكرانيا في أوروبا، في توترات مختلفة. أعتقد أنه مصر على مدى السنوات الأخيرة مع الرئيس السيسي بتبني علاقاتها على شراكات وتعاون وبناء أفق مختلفة. أولا بتدخل في كافة التحالفات الاقتصادية أو التعاون بالذات والشراكة، بتدفع دائما تطرح فكري أنه المسارات السياسية في القضايا الإقليمية المختلفة مهمة، بناء علاقات تجارية واقتصادية، بناء علاقات سياسية، تعاون أمني ومعلوماتي يتعلق بتهديدات زي الإرهاب أو غيره. أعتقد في كمان فكرة التوازن والانفتاح مع كافة الأطراف، حتى بعض يعني حتى في توازن شديد جدا في موقف مصر من الحرب الروسية الأوكرانية ودفعها دائما لوقف هذه الحرب باعتبارها استنزاف لكل الأطراف. أعتقد إنه هذه السياسة مدى السنوات اللي فاتت في إنها تقيم سياق من التوازن يمكن أن يكون قادرا على بناء مواقف مختلفة يعني، ومواقف قادرة على التدخل في القضايا السياسية. نعم. زي ما احنا قلنا العلاقة مع الهند، العلاقة مع قبل ذلك القمة العربية الصينية، القمة الأفريقية الأمريكية، يعني مصر دوائرها معروفة، كانت دائرة الأفريقية الدائرة العربية الدائرة الإسلامية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أحيا الدائرة المتوسطية، آسيا الوسطى، أوروبا وسط أوروبا، شرق أوروبا، يعني في اتجاه عام، وآسيا العلاقة مع الصين، العلاقة مع الهند، العلاقة مع دول البلطيق. أعتقد أنه هذا الأمر أولا اقتصاديا بينعكس وأصلا سياسي وأيضا سياسيا، لأنه بيمنح الدولة المصرية ثقة دولية وإقليمية تكون فيه قادرة على التدخل والدفع نحو استقرار أكثر ورغبة أكثر في تقليل الصراع ودعم التعاون. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع.
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وأذربيجان ومدى تميزها، والتي ظهرت بشكل خاص خلال الزيارة الحالية، مع كون الرئيس السيسي أول رئيس مصري يقوم بزيارة إلى باكو، وما يحمله ذلك من رغبة وإرادة صادقة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات. وخلال جلسة مباحثة على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر زوغلوب في باكو، أكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار آفة الإرهاب على جميع المستويات، واستعرض رؤية مصر للتسوية في ليبيا وجهودها في هذا الصدد. كما أعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير للرئيس علييف على دعواته لزيارة أذربيجان وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما تقدم بخالص التعازي والمواساة بالنيابة عن الشعب المصري في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية في طهران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين ومعربا عن التضامن مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم. من جانبه، أعرب الرئيس الأذري إلهام علييف عن الامتنان للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدا تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، مشددا على حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أشاد علييف بالمسار الإصلاحي الاقتصادي في مصر، والذي كان مؤداه التحسن الملحوظ والمستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري. وقعت مصر وأذربيجان عددا من مذكرات التفاهم المشتركة. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأزري إلهام علييف شهد توقيع على مذكرات تفاهم بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في مجالات متنوعة، من بينها الثقافة والموارد المائية والاقتصاد. وبعد وصوله لعقد جلسة المباحثات مع الرئيس الأذري إلهام علييف، أقيمت لرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي في قصر زوغلوب بالعاصمة الأذرية باكو، حيث تم عزف السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان واستعراضوا حرس الشرف. Prezident İlham Əliyev və Prezident Əbdülfəttah Əs-Sisi Fəxri Qaravol dəstəsinin qarşısından keçdilər. Salam Askar! Thank you.
معسكر. أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة في مدينة حدائق العاصمة الواقعة شرقي مدينة بدر بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بها. تفقد مدبولي في مستهل الجولة نماذج الوحدات السكنية المنفذة بمدينة حدائق العاصمة، والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع، تضم مناطق سكنية متنوعة الكثافة بمساحات متعددة ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، إضافة إلى مناطق صناعية ومشروعات استثمارية، فضلا عن المحاور الخضراء والمناطق اللوجستية والمشروعات السياحية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مدينة حدائق العاصمة بمثابة مجتمع عمراني متكامل تم إنجازه في أقل من 18 شهرا. وخلال تفقده عددا من المشروعات بالمدينة، أوضح مدبولي أن مدينة حدائق العاصمة تتضمن حاليا 30,000 وحدة سكنية، مشيرا إلى مواصلة العمل على إنشاء 70,000 وحدة لخدمة الشباب وتحقيق نمط الحياة المناسب لهم. احنا النهاردة في قلب أول حي متكامل بينتهي بالكامل من المدينة في أقل من 18 شهر. الحي ده زي ما حضراتكم شايفين هو جزء من برنامج سيادة الرئيس سكن كل المصريين، مكون من 30,000 وحدة سكنية. عشان بس يعني نبقى حاسين بالرقم، 30,000 وحدة سكنية ده كان بيبقى إجمالي ما يمكن أن تقوم به الدولة المصرية سابقا في إنشائه في سنة واحدة قبل 2014، كان هو ده المتوسط. لكن احنا مجرد في حي واحد فقط من واحدة من المدن اللي النهاردة الدولة المصرية كلها بتبنيها، وبتبنيها لشبابها والمحدودي الدخل ومن متوسطي الدخل، لأن النهاردة هذا الجزء من المشروع الحي ده حي متكامل، شفنا كل الخدمات اللي موجودة النهاردة. ويمكن يعني أثناء الزيارة يعني وجهت كل الوزراء المعنيين بتبدء تشغيل كل الخدمات اللي موجودة، سواء وحدات صحية ومدارس وملاعب وكل المنشآت اللي موجودة إن شاء الله. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على مواصلة الحكومة لمتابعة ملف البضائع في الموانئ، وأضاف مدبولي أن الموانئ عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، مشيرا إلى أن متوسط كميات البضائع الموجودة في الموانئ في معدلاتها الطبيعية. احنا بنتابع دلوقتي موقف اللي موجود في المواني، وعايز أن أنا أعلن النهاردة أن احنا رجعنا إلى ما كنا عليه تماما قبل فبراير الماضي، قبل ما كان بدايات الأزمة اللي حصلت. احنا النهاردة بقى متوسط البضائع اللي موجودة على مستوى كل مواني مصر يعادل بالضبط المتوسط اللي كان تقليدي وعادي جدا بيتداول على مدار الأيام والشهور فيما قبل الأزمة. وبالتالي الحمد لله يعني خرجنا من أزمة المتراكم والبضاعة المتراكمة اللي في المواني، وده اللي أكده لي الحقيقة رئيس اتحاد الغرف أو أمين عام اتحاد الغرف التجارية في اجتماعه يوم الأربع الماضي معايا، وكان أكد لي أن النهاردة نقدر نقول كل المصانع النهاردة رجعت الحمد لله تشتغل تقريبا بكامل طاقتها، وعندها مخزون يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة بصدد العمل على طرح مبادرة دعم القطاع الصناعي من خلال التنسيق مع البنك المركزي. وأضاف مدبولي أن الدولة تهتم بشدة بالقطاع الصناعي من خلال تطويره ومنحه كل التيسيرات اللازمة. الحقيقة برضو شيء مهم أن أنا حابب أن أنا أطمن به كل القطاع الصناعي والزراعي، المبادرة اللي أعلننا عنها 11% اللي الدولة المصرية أعلنت عنها هنبدأ إن شاء الله تفعيلها بالفعل مع التنسيق مع البنك المركزي، لأن طبعا الموضوع بيحتاج بعض الترتيبات فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والنظم البيانات المختلفة. هيبقى من الأسبوع الجاي إن شاء الله نقدر هتبدأ تتفعل، وبالتالي يبدأ كل الصناع والمنتجين حتى في القطاع الزراعي
الواقعي يستفيدوا من هذه المبادرة. الحقيقة أيضا يمكن مجلس الوزراء خد قرارات مهمة جدا الأسبوع الماضي في بعض التيسيرات الخاصة بقطاع الصناعي. يعني الحقيقة يمكن وافقنا على مجموعة من الإجراءات برفع الغرامات واللي بنقول عليها الفوائد فيما يخص بعض التأخير اللي حصل على قطاع الصناعي في إنشاء وإكمال منشآته الصناعية. وعملنا الحقيقة مجموعة من القرارات المهمة اللي بتؤكد إن إحنا طالما إن المصنع أو الصانع اللي هو بينشئ مصنعه مش هو كان المسؤول عن التأخير في عملية الإنشاء ولا استخراج الرخص، فبالتالي بياخد كل المدد الزمنية اللي هي حصل فيها تأخير خارج عن إرادته. كما وافقنا إن إحنا هندي كمان مهلة 6 شهور زيادة بسبب الأوضاع الاقتصادية اللي موجودة. إحنا كل اللي يهمنا النهاردة إن القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والإنتاجي يتحرك بأسرع سرعة بأسرع قوة ممكنة في خلال الفترة الجاية، وكل التيسيرات الممكنة اللي إحنا هنقدر إن إحنا نديها له هنديها له إن شاء الله في هذه الفترة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية القطاع الخاص مشيرا إلى استمرار مناقشة كيفية تنشيط البورصة المصرية. وأضاف مدبولي أنه سيتم الإعلان عن الخطة المتعلقة بطرح الشركات في البورصة في عام 2023 خلال أسبوعين. في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة ومتشجيع مشاركة القطاع الخاص، الحقيقة احنا بنناقش على مدار الفترة اللي فاتت كيفية تنشيط البورصة المصرية وإنها توسيع قاعدة مشاركة المصريين لكل المؤسسات العامة في الدولة. ويمكن إن أنا حابب إن أنا أقول إن احنا في خلال يعني أقل من أسبوعين مجلس الوزراء هيعلن بصورة كاملة عن خطة طرح كل الشركات المزمع طرحها بأسمائها على مدار عام 2023، عشان يعني نؤكد على خطة الدولة اللي هتعلن بالكامل. هيبقى أسماء كل الشركات اللي هتطرح هتعلن، وهيبقى يعني بنتكلم على تاريخ كلها تبقى إن شاء الله بتطرح في خلال 2023. هذا وقد افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أحد مصانع الأدوية بمدينة العاشر من رمضان. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من هناك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية ضعنا في مزيد من التفاصيل حول المصنع الذي افتتحه رئيس الوزراء بمدينة العاشر من رمضان. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل اليوم كانت جولة هامة جدا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدأت كما ذكرتم منذ قليل بمدينة حدائق العاصمة، هذه المدينة الجديدة التي سكنها أهلها بالفعل. وعندما تحدثنا مع الأهالي ورصدنا ردود أفعال هؤلاء الأهالي حول هذه المدينة، تحدثوا عن يعني التطور الملحوظ في هذه المدينة مقارنة بالمدن السابقة التي تم بناؤها متعلقة بالسكن الخاص بمحدودي الدخل أو حتى السكن متوسط الدخل وغيره. كانت هذه ربما من ردود أفعال المواطنين، ولكن ربما الأهم كانت أيضا ردود أفعال الشباب والأطفال الذين أشادوا بوجود الملاعب داخل هذه المدينة، وجود المدارس الجديدة، وجود الوحدة الصحية التي رصدناها. بالفعل لذلك هي مدينة متكاملة. ربما علق البعض عن بأنها مدينة جديدة، ما زال العمل جاري على تجهيز وسائل المواصلات الخاصة بها. هناك وسائل مواصلات مثل القطار السريع الذي يمر بجانب هذه المدينة، ولكن تحدثوا عن إمكانية أو طلب زيادة هذه وسائل المواصلات الخاصة بالمدينة، ولكنهم أشادوا كثيرا حتى بالإنشاءات والتشطيبات الخاصة بهذه المساكن، وأيضا رخص سعرها أو حتى يعني المقابل المادي لهذه المساكن كانت يعني مجزية كثيرا بالنسبة لهم. ثم تحرك بعد ذلك الدكتور مصطفى مدبولي لمدينة العاشر من رمضان، ورصدنا هنا افتتاح هذا المصنع. هذا المصنع يقوم في الأساس على صناعة اللقاحات الحيوية وتخزينها، وأيضا صناعة المستحضرات العلاجية بشكل عام. ربما هذا من أهم المصانع خصوصا في ظل الفترات السابقة والتعامل مع فيروس كورونا وغيرها من الأمراض التي تطرق. ولكن مصر اتخذت يعني
سبيلا هاما جدا في تخزين هذه اللقاحات وصناعتها لتغطية الاحتياجات الخاصة بمصر وأيضا التصدير للقارة الأفريقية. هذا المصنع يعني على مساحة 20,000 متر مربع ومباني خاصة ب5,000 متر مربع، ولكن الأهم هو قوة الإنتاج أو كمية الإنتاج، وهي ما يقرب من 9,000 وحدة في الساعة يوميا، 9,000 وحدة للأدوية أو المستحضرات العلاجية التي سيتم تصنيعها داخل المصنع في جزء معين من التعبئة، وهي التعبئة البلاستيكية. هناك جزء آخر وهي التعبئة غير البلاستيكية، وهي تعبئة أيضا لمستحضرات علاجية، ولكن تصل ل4,000 وحدة في الساعة، لذلك يصل تقريبا لما يقرب من 13,000 وحدة مستحضرات علاجية في الساعة، بجانب اللقاحات الحيوية للأمراض المختلفة التي سيتم تخزينها بالفعل في أماكن خاصة أيضا. وتم الإشادة من جانب منظمة الصحة العالمية بهذه الأماكن الخاصة بالتخزين للقاحات والمستحضرات التجميلية، وأيضا بشكل عام بالأدوات وأيضا طرق العمل والبيئة الآمنة للعمال داخل هذا المصنع. لذلك كان هناك جولة أيضا داخل المصنع وداخل أماكن التخزين وأماكن أيضا تصنيع هذه اللقاحات، كانت جولة مفصلة من حدائق العاصمة وهنا أيضا من مصنع اللقاحات الحيوية والمستحضرات العلاجية. والآن أعود إليكم مرة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 587 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 146 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 40 طنا. وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 91 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 11 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 467 قضية، من بينها 174 قضية خبز ناقص الوزن و173 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 16 طنًا. أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية والذي أودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدة إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين. وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداء والإجراءات الاستفزازية لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزما ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام. كما تقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجوم القدس الشرقية معربا عن قلقه العميق إزاء التصعيد الحالي للعنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب أمين عام الأمم المتحدة بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة، مشيرة إلى إصابة شخصين. هذا وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا مساء اليوم لبحث الأوضاع الأمنية في القدس المحتلة. كانت شرطة الاحتلال قد رفعت حالة التأهب القصوى خاصة في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم القدس الشرقية، كما اعتقلت عشرات الفلسطينيين. Okay. Yeah.
الفلوس لان العلماء أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إعادة افتتاح السفارة المغربية في العاصمة بغداد، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في بغداد، وصف وزير الخارجية العراقي زيارة بوريطة بالتاريخية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تأسيس علاقات قوية ومتينة بين البلدين، وأضاف أن الزيارة تضمنت مباحثات حول مجموعة من الموضوعات من بينها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات. بدوره أكد بوريطة أهمية تحفيز العلاقات الاقتصادية بين رباط وبغداد وتذليل الصعوبات أمامها وفق الأطر القانونية، لافتا إلى أن ملتقيات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين ستأخذ طريقها نحو التنفيذ، منوها إلى أن السوق المشتركة بين البلدين ستكون بمثابة تمهيد لانفتاح أوسع نطاقا. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بتواجده في العاصمة باكو باعتباره أول رئيس مصري يزور أذربيجان، وذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي شهدت مرور 30 عاما على إنشائها خلال العام الماضي 2022. كما أعرب الرئيس السيسي عن إعجابه الشديد بالتقدم الحضري والعمراني للعاصمة باكو، والذي يعكس مدى الجدية والجهد الذي بذلته الحكومة والشعب الآذري الصديق لتحقيق هذه الصورة المشرفة لعاصمة متحضرة ومتطورة. وأوضح الرئيس السيسي حرصه تأكيد اهتمام مصر باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه أكد خلال المباحثات على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المشتركة، كما تم استعراض تميز مصر في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة التي تمثل أهمية كبرى للجانب الأذري والتي يمكن العمل على تنمية التعاون فيها. كما أوضح الرئيس السيسي أنه استعرض الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء والخبرة التي حازتها الشركات المصرية في هذه المجالات، مستعرضا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها مصر لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب. وأكد الرئيس السيسي كذلك الترحيب باستئناف تسيير رحلات الطيران بين باكو وشرم الشيخ، مع إمكانية النظر في تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وباكو. كما أوضح الرئيس السيسي أنه تم خلال المباحثات مع الرئيس إلهام عليف التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض وتغليب صوت العقل والحكمة، آخذا في الاعتبار أن القوة العسكرية وحدها لم تكن أبدا كافية لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل، وأنه لابد من التفاوض لاستكمال مسار السلام وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادي، إذ أنه لم يكد العالم يستفيق من أزمة جائحة كورونا حتى خيمت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من تداعيات اقتصادية على مختلف القطاعات الحيوية في العالم، سواء الأمن الغذائي والطاقة فضلا عن حركة الملاحة البحرية والقطاعات المصرفية وقطاع السياحة. اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة بتجنيد قراصنة في مجال المعلوماتية في أوكرانيا وتدريبهم لشن هجمات سيبرانية ضد روسيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيريمولوتوف أن موسكو على استعداد لصد أي هجمات سيبرانية من الخارج، مضيفا أن واشنطن وحلفائها يسلكون نهجا خطرا للغاية في المجال الإلكتروني،
وأكد المسؤول الروسي أن هناك تدريبات تجري تحت رعاية الناتو على توجيه ضربات باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات على مواقع روسية للبنية التحتية للمعلومات الحيوية. أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن هدف الولايات المتحدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هو تعزيز موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في حال إجراء مفاوضات لإنهاء العملية العسكرية في المستقبل. وقال كيربي أن الولايات المتحدة تعهدت بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة روسيا، مؤكدا أن الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة لأوكرانيا ستكون خطيرة على القوات الروسية. Ukraine fight effectively on open terrain to defend their. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المباحثات مع روسيا ستستمر رغم الانتقادات التي يواجهها بسبب ذلك، داعيا الصين في الوقت ذاته إلى إدانة العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال ماكرون أنه يتعين على كافة الدول احترام السيادة ووحدة الأراضي بغض النظر عن الصداقات والتحالفات، مشددا على ضرورة الحد من التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجميع أنحاء المنطقة. اندلعت احتجاجات في برلين ضد قرار الحكومة الألمانية إرسال دبابات قتال رئيسية إلى أوكرانيا. وندد المتظاهرون بتصاعد الصراع الإقليمي معتبرين أن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر للصراع في أوكرانيا. وأعلن المتظاهرون رفضهم استمرار دعم ألمانيا وأعضاء الناتو الآخرين لكييف بالمساعدات العسكرية، داعين إلى حل سلمي للنزاع عبر القنوات الدبلوماسية. أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد تطبيق عقوباته المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر. يأتي ذلك في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو على خلفية الصراع في أوكرانيا. منذ عام 2014 اعتمد الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات نهجا في تعامله مع روسيا ردا على انضمام شبه جزيرة القرم لها، وذلك لإجبار موسكو على التراجع عن تلك الخطوة وإعادة السيادة على شبه الجزيرة إلى كييف. وبعد 8 سنوات من فرض العقوبات لم تهدأ الأمور بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، ذلك أن الأخيرة أطلقت في فبراير من عام 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا ساهمت بتأجيج الأوضاع بين موسكو ودول الغرب الداعمة لكييف، والتي قررت تشديد وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا. 9 حزم من العقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وفي أحدث التطورات، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد تطبيق عقوباته 6 أشهر، والتي شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لروسيا وفصل مصارفها عن نظام سويفت لتحويل الأموال، بالإضافة إلى فرض عقوبات على مسؤولين روس من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بعض دول أوروبا الشرقية سعت قبل القرار الأوروبي بشأن العقوبات إلى تمديدها لمدة عام لفرض الإجراء لفترة أطول، لكنها لم تنجح، وذلك لأن إقرار العقوبات بالاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعاً من جميع الدول الأعضاء في التكتل. وبينما تتواصل تطورات ومستجدات الأزمة الأوكرانية بما فيها من حشد روسي للقوات ودعم غربي لأوكرانيا بأسلحة نوعية، تعمل المفوضية الأوروبية على مقترحات بشأن حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا، في وقت تزداد فيه صعوبة التوصل إلى اتفاق مشترك بين جميع الدول الأعضاء وفق مسؤولين أوروبيين. حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة قد تشمل قطاعات روسية دعت أوكرانيا إلى استهدافها، مثل صناعة الصواريخ والطاقة النووية، وذلك بالتوازي مع توجه أوروبي لتوسيع نطاق العقوبات لتشمل بيلاروسيا أيضا، في إجراء قد يطيل من أمد الأزمة التي يتضرر العالم بأسره من تداعياتها المختلفة.
نددت كوريا الشمالية بتعهد الولايات المتحدة إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن واشنطن تتجاوز الخط الأحمر لكسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة بحسب وصفها. وأعربت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عن قلقها إزاء تصعيد الولايات المتحدة لوضع الصراع من خلال تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، مؤكدة أن بلادها تدعم موسكو ضد واشنطن. كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا فقدت أكثر من 300 عسكري خلال غارة على ماكييفكا مطلع الشهر الحالي. وقالت الدفاع البريطانية أن روسيا تنشر معلومات مضللة بشأن عدد ضحاياها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الفارق بين عدد الضحايا الذين اعترفت بهم روسيا والعدد الحقيقي المرجح يلقي الضوء على الانتشار الواسع للمعلومات المضللة في البيانات العامة الروسية. تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير. ويشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 54 عددا كبيرا من الفعاليات التي يستمتع بها القراء، إذ يلتقون مع عدد كبير من الكتاب والشعراء والفنانين بمشاركة 1047 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية، ضعينا في أجواء معرض الكتاب لديك، ما هي أبرز فعاليات اليوم والأنشطة الثقافية؟ نعم، بعد التحية نتابع معكم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. هذه الدورة التي تقام بمشاركة واسعة، نحن نتحدث عن أكثر من 1047 نشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 53 دولة حول العالم، بتحل المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف للمعرض هذا العام. أما عن شخصية المعرض فهو صلاح جاهين، وكما ذكرت بتستمر الفعاليات حتى 6 فبراير القادم. الحقيقة أنه هذه الدورة من المعرض بتقام على مساحة كبيرة، يعني تتجاوز 80,000 متر مربع، مقسمة إلى 5 صالات عرض. أيضا تم تخصيص جناح خاص لدور النشر الصغيرة تشجيعا لهذه الصناعة، وأيضا تشجيعا لصغار الناشرين ليقوموا بالمشاركة في هذا المعرض وعرض المنشورات والكتب المختلفة. المميز أيضا في المعرض هذا العام هو التنوع الكبير للفعاليات الثقافية، تتجاوز 500 فعالية وتقام في يعني ما يقارب من 7 قاعات أو أكثر من 7 قاعات بتقام فيها كل هذه الفعاليات التي تتنوع ما بين ندوات وأمسيات شعرية وأنشطة وفعاليات فنية وأيضا أنشطة وعروض للطفل، بتقام في قاعة مخصصة للطفل وتتمثل في عدد من المسرحيات والأنشطة الفنية. يعني إذا تحدثنا عن على سبيل المثال عن أبرز الفعاليات الثقافية التي تقام في القاعات اليوم، فقاعة صلاح جاهين ستشهد مجموعة من الندوات من أبرزها ندوة عن الصناعات الثقافية، أيضا القاعة الدولية ستشهد ندوة عن الأردن تاريخ وحضارة وتاريخ عبر التاريخ، الصالون الثقافي أيضا سيشهد مجموعة من الندوات من أبرزها ندوة عن دور المرأة في تشكيل الوعي الثقافي والأخلاقي، وندوة أخرى خاصة بمئوية سيد درويش. أيضا قاعة الشعر ستشهد مجموعة من الأمسيات الشعرية التي ستقام بمشاركة من شعراء مصريين وعرب. الحقيقة منذ تواجدنا في إقبال كبير من المواطنين من مختلف الفئات لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعني أيضا مع يعني انخفاض أو تخفيض سعر التذاكر، فهي
الماضي يعني 5 جنيهات سعر التذكرة، ولكن هناك تسهيلات كبرى بتقدم للزائرين من حيث طبعا إمكانية حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني، أيضا تخصيص مسارات خاصة بكبار السن وذوي القدرات الخاصة، وأيضا أماكن للاستراحة وخدمات متنوعة للزائرين. هناك أيضا تسهيلات لعملية نقل الركاب من وإلى مقر يعني معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك عن طريق تخصيص وتوفير خطوط أتوبيس في عدد من المناطق في القاهرة، يعني كميدان الجيزة وأيضا دوران شبرا وميدان عبد المنعم الرياض وغيرها من المناطق. يمكن الزائر أن يستقل هذا الأتوبيس ويأتي إلى المعرض ويغادر من المعرض إلى هذه المناطق، وذلك بشكل مستمر على مدار اليوم. أيضا يعني تم الاهتمام بالمنصة الرقمية في المعرض هذا العام عن طريق كما ذكرت إتاحة حجز التذاكر وأيضا شراء الكتب بشكل إلكتروني، وتم فتح هذه المنصة من قبل حتى بداية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لإمكانية الاشتراك من قبل الناشرين للمشاركة في المعرض هذا العام. إذن فعاليات متنوعة ومستمرة حتى نعم. 6 فبراير، والفرصة متاحة أمام كل الزائرين لزيارة المعرض بشكل يومي من الساعة 10 صباحا. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب. نهاية نشرة الثالثة، لم يتبقى سوى التذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يبدأ زيارة يريفان وهي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا. خلال لقائه نظيره الأذري في العاصمة باكو، الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة مواجهة الإرهاب. مدبولي يعلن انتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ والعودة لمستويات ما قبل الأزمة. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.